العمى العمى صار فجأة حلوة طريق العمى العمى حلوة حلوة كثير. لا حول ولا قوة إلا بالله. مسكين هالصايغ شلون ضحك عليه. هلا انت ليش فرحانه كل هالقد؟ شو بدك يعني يبكي لك؟ الموضوع كثير طريف وبضحك. هلا هذا طريف هاد فظاعه. انتو النسوان شلون بتتاخذوا بالمسلسلات والبرامج؟ هلا نحن بنتاخذ طبعا، لانه الموضوع اللي طار عقلك فيه انا شايفه ساذج كثير، وفي اغفال لقدر الصياغ وتخفيف من شانهم وتصويرهم على انهم سذاج او قليلين حيله، وبسهوله هيك بينضحك عليهم. وليش هيك انحمقت كل هالقد؟ لانك صايغ يعني؟ لا اسوها، لا تفهميني غلط، انا مالي متعصب لزملاء مهنتي، بس كل ما هنالك اني ضد حشو ادمغه المشاهدين وخصوص النسوان بمعلومات مغلوطه. هلا كل الناس اللي بيشوفوا هالحلقه رح يقولوا يا حرام هالصياغ قديش حوبه، وبسهوله عم ينضحك عليهم وبصيروا ينظرونا بعين الشفقه، بينما الواقع مو هيك ابدا. طيب شو رايك اذا قلت لك انه هالقصه هي حقيقيه وصايره بسوء شرفته وانسته؟ اكيد المؤلف اخذ القصه من الواقع وما جاب شيء من عنده بنوب. ولو كانت صايره هذا مو مبرر ابدا انه نطرح هيك نموذج على الشاشه ونعممه. طيب هلا لو انت كنت محل هالصاير ما كانت مرقت عليك هيك قصه؟ انا اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ انا تمر علي هيك قصه؟ لا، ومو بس انا، 99% من صياغ البلد ما بتمروا عليهم هيك لعبه. ليش؟ لانه الصايغ يا خانم عباره عن بني ادم مجبول بالشك ومعجون بالريبه. انا اشك فاذا انا صايغ، شغله معروفه. يعني انا مثلا بشك بكل هالعالم وبكل الزباين، وبالغني قبل الفقير، وبالزبون المهيوب قبل الزبون المشرشح. ابي بتعرفي له ابي؟ اذا فات لعندي على المحل بتعامل معه بحذر، هيك انا تعودت. انا مثل غرورك هاد وعن جهيتك ما شفت. مو قصة غرور يا سهى، لا تفهميني غلط، انا صار لي 15 سنة بهالمصلحة ولسه لحد هلا ما انسرق لي الشيء. ليش؟ لاني واعي وعندي حدس قوي، بحيث اني بعرف الزبون وبقفره من تطليعة عيونه، وبعرف اذا كان فايت يشتري او فايت يتسلى او فايت لهدف مو شريف. بعدين الصايغ اقدر الناس على فهم نفسية المرأة، يعني فرويد عالم النفس قدام الصايغ ولد صغير. لا شو هالحكي؟ طبعا الصايغ بيعرف اذا كانت المرأة مزنوقة او مكركبة او متخانقة هي وجوزها او حدا عم يهددها او ماسك عليها شيء. يغزي العين عنكم، ماني دريانة ان الصياغ عندهم كل هالمواهب. اسمعي هالقصة لكان. السنة الماضية فاتت لعندي زبونة بيضة شقرة بتاخذ العقل، لابسة الفرو وايديها معباية ذهب، ويلي بشوفها للوهلة الأولى بفكرها يا بنت مليونير يا بنت شي مسؤول كبير بالبلد. بس أنا من أول ما وقعت عيني عليها عرفت إنها فالصو. هيك سبحان الله، الله ألهمني إنه هالبنت في وراها قصة، فردت لها المباريم حسب طلبها لتتفرج عليها، وأنا عم راقبها من تحت لتحت، ما شف لك ياها إلا وطالعت مبرومة تقليد من قلب كمها، وقبل ما تبدلها بالمبرومة الحقيقية ضربت إيدي على إيدها قلت لها عندك وين رايحة يا خانم وين؟ مو كل الطير بيتاكل لحمه. إيه وشو عملت بعدين؟ شو بدها تعمل يعني؟ قعدت تتوسل وتترجى، يستر عرضك داخلي على طولك داخلي على عرضك يستر حريمك من هالحكيات. وانت شو قلت لها؟ قلت لها ماشي الحال، يلا روحي بطريقك، بس اوعك تاني مرة تفكري مجرد تفكير انك تدعسي عتبة هالمحل برجلك، وإلا عاقبتك وخيمة. وراحت؟ ايه راحت. وامتى صارت معك هالقصة؟ قلت لك السنة الماضية. وليش لهلا حتى حكيت لي اياها؟ ما اجت مناسبة. هلا سنة كاملة ما لقيت مناسبة لتحكي لي هالقصة؟ ايه وليش مستغربة؟ ماني مستغربة، بس ليش ما خبرت عنها الشرطة؟ قلت لحالي يا ولد مو محرزة المسألة، تسكر محلك وتعطل حالك وتعلق بالسين والجيم. بس هيك؟ ايه بس، شو قصدك يعني؟ يعني ليكون لأنها بنت حلوة بيضة شقرة قلبك حن عليها، خفت عليها من البهدلة والشرشحة قدام العالم. لك سوها أنت فظيعة، خيالك بيروح لبعيد كتير. يعني شلون انا بشك بكل زبون بفوت لعندي على المحل، انت بتشكي بكل كلمه بقولها انا؟ شو ها؟ Thank you.
اهلا وسهلا ومرحبا. بهالعين. اهلا وسهلا فيك، نحن من قبل ابرام الشلهوب. اهلا. انا فريد والست بتكون حماتي وهي كرت توصيه منه. يا ميت مرحبا. يا سيدي تاكد تماما انه انا بدون كرت توصيه بعامل زبايني معامله خاصه، اهلا وسهلا فيكم. هذا لطف منك، الحقيقه مسموعياتك مية البلد. شو طلبكم يا ترى؟ حماتي تفضلي شوفي شو بتريدي. بدي شيء طقم مرتب تقيل يكون. شو المناسبة؟ هدية لعيد ميلاد. اليوم عيد ميلاد مرتي، حابين نعمل لها مفاجأة. ايه على عيني وراسي. شو رأيكم بهالطقم؟ تفضلي خانم. شو رأيك فريد؟ يعني منيح، ماشي حاله، حلو كلاسيكي، بس يعني رشا بتحب الصرعات وبخاف ما يعجبها. بعدين مبين كأنه خفيف، ما هيك؟ ما بعرف، قلبه فاضي؟ معبى، مبطن. بعدين هذا آخر موضة، كتير دارج بهالأيام. مو المهم يكون دارج أستاذ، المهم نقتنع نحن فيه. على راحتك. بتحب أورجيكم شيء أتقال؟ إيه والله يا ريت. إيه على عيني وراسي. بلش يزن يبكي، قلت لك ما خرجوا طلعوا معنا، ما صدقتني. قديش عياره؟ قديش عمره البركة؟ 3 شهور. الله يسلمك. هلا هذا قديش عياره؟ 21. 21، نعم. ليش عم يبكي؟ ايه انا بعرف. خلص سيتي، خلص خلص حبيبي. حماتي الولد ما بيبكي الا اذا كان يا جوعان يا موجوع، مو هيك استاذ؟ ايه طبعا طبعا. هلا امه غيرت له ورضعته، ايه ما حلو لسا. بيكون متضايق من الاحفاد، لانه الاولاد بيتصمتوا من الاحفاد احيانا، مو هيك استاذ؟ ايه بيتصمتوا. ارخي له الاحفاد بيرتاح بيرتاح. وهي رخيت له اياه، منيح؟ ها شفتي شلون ارتاح؟ متضايق من التصميت، التصميت صعب. ايه فعلا صعب. قلت لك لا تجيبي معنا، ما رديتي علي. على قلبي ان شاء الله، وين بدي روح فيه صغير؟ مو انت اللي قلت لها لمرتك روحي ساوي شعرك مشعر عيد ميلادك؟ انا بعرف، المهم وين صرنا اساس؟ يا سيدي المحل تحت امركم، شو بتريدوا انا حاضر؟ اذا بتريد احسب لنا قديش حقه. ايه لحظه على عيني مدى. ألف مدى. لا حول ولا قوة إلا بالله. رجع يبكي الولد. ما بعرف شو قصة اليوم، ضايج صغير، مدري شو بو. قلت لك لا تطلعي معنا، ما سمعتي مني. طيب شو رأيك تاخده شوي تسكتوا برا أنت؟ أنا شو عرفني بهالقصة؟ شو بفهمني بالولاد؟ طيب لحظة عفوا، عطولة هاي. ما معودينه على هاي نحن أساس، مو معودينه. أيوه. تعال سهري ورقي، أعطيني مصاري. طيب هذا الطقم ما في له حلق؟ بلا مدام فيه؟ إذا ممكن يشوفه. إيه على عيني. بس تيتي، بس حبيبي، شو صار لك اليوم؟ تفضلي مدام. حلوين، معلش إذا ورجيتهم لسهري حتى يشوفهم بيلبقوا لبعض؟ إيه شو عليه، تفضلي ولا يسلموا. عندك حاسة سادسة بتكشف فيها الحرامية. مزبوط عندي حاسة سادسة، بس هدول الجماعة يلي فاتوا اليوم بدهم حاسة تاسعة لينكشفوا، ناقصني 3 حواس لسه. تعا شو بدك تعمل؟ بدي خبر الشرطة. ما في داعي تخبر الشرطة. شلون ما في داعي؟ مو هذا هو الطقم؟ بلا هذا هو، كمشتي الحرامية؟ لك
قالوا حرامية هدول؟ يا حبيبي اللي اجوا لعندك وعملوا فيك المقلب، هدول رفيقتي وابنك. ابنك ورفيقته، رفيقتك وابنها حرامية؟ حاجة تقول حرامية؟ هذا مقلب وعملناه فيك لنورجيك انه ما حدا على راسه ريشة، ومهما كنت ذكي الا ما تلاقي الأذكى منك. نعم.